السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل تحدي كبير جدا وحلو. الاول احنا هنعرفكم على نفسنا. انا اسمي افنان وعندي 10 سنين، واختي اسمها ريتال وعندها 5 سنين زي ما هي كانت بتعملكم كده. اخويا اسمه محمد عنده 7 سنين. تمام، احنا هنبدأ التحدي. قبل ما نبدأ التحدي نحط لنا لايك 200 لايك وايه؟ شير سبسكرايب. أربوكوا حطوا لنا شير سبسكرايب وكمان لايك و1200 لايك. تمام، يلا بقى احنا هنبدأ التحدي النهاردة. جامد جدا جدا جدا. تمام، النهاردة التحدي هيكون عبارة عن ما بين أفنان ومحمد، ما بين أنا ومحمد، هي القائدة اللي عننا، وبعديها هنعمل تبادل ما بيننا، هنبدل بقى مع بعض. محمد مثلا يكون مع ريتال وانا هكون بقى القائدة، وبعديها انا هكون مع ريتال ومحمد يكون القائد. تمام، هنبدأ بقى التحدي. يلا تمام، وجبنا الالعاب وخلصنا. طبعا محمد وريتال راحوا بس بيلعبوا شوية، فايه جبت الالعاب هنده لهم هو كمان شوية. بص بقى انا جبت هنا عندي سانتا كلوز، عندي قديم قوي قوي. تمام، هنرميه بقى. وعندنا هنا جبنا ميكي ماوس، هنرميها هي كمان. وجبنا هنا كمان عندنا كيتي جميلة جدا. وجبنا عندنا هنا فرافير، شوفي فرافير. تمام، وجبنا هنا عندنا كمان عروسة صغننة، وعندنا لعبة أصغر واحدة اللي هيجيبها هيخسر فيها. أنا هقول لهم اللي هيجيبها هيخسر فيهم. أنا هروح عندهم لهم دلوقتي. محمد ريتال هما جاهم أهو، يلا عشان نبدأ بقى التحدي. تمام، يلا يلا بقى عشان نبدأ التحدي. طيب ريتال هي القائدة، احنا هنخرج بقى بره عشان عبد المرتال تعمل بقى وتنظم الالعاب كده. يعني انا اخبيها واخبي واحده كمان لحد اختار يعني اي حاجه وكده، هو خدها بقى اللي معايا. وبعديها هنرجع للالعاب. تمام، ولسه بعد ده هنستمر في تحديات كثيره. تمام، ده اول تحدي لسه نعمله، فاضل كمان تاني وتالت ولغايه بقى لما نوصل لايه. بس اهم حاجه اللايك بقى، اللايكس لو ما اتحطتش انا مش هحط لكم كمان فيديوهات. لو حطيتوا لي لايك هعمل لكم فيديوهات تضحك وجميله جدا. تمام، حتى برضو هما ايه مستنيين اللايكس عشان يعملوا فيديوهات، عاوزين بقى يعملوا شغل جامد. ماشي، يلا نبدا التحدي. يلا احنا بقى هنخرج بره عشان ده بقى تنظم كده. هنظم يعني الحاجه والعبها طبعا. مش انا ومحمد طبعا فريق بقى مع بعض، ارتال هي القائده. طبعا احنا مش هنغش انا محمد، احنا هنحفل بالليل ان احنا مش هنغش برضو كده عشان يكون حرام. والله ما نغش، ومحمد برضو قال والله ما نغش. تمام، يلا بقى بيقول عشان يعني مش يغش يعني. ارتال بقى هتاخد الالعاب بتاعتهم دول وتقوم مخبيهم بقى في مكان. صح يا ارتال؟ صح. استنوا بقى اما نعمل بقى الهوبا بره عند ماما بره. طبعا بقى ارتال بتقول له بره علشان ما يشوفش طبعا. وارتال بقى هتفضل معاكم. ماشي، هي بتقول له امشي بقى، تعالى يا محمد تعالى. تمام بقى، احنا هنحط لها الكاميرا بقى هناك عشان تعمل اللي هي عايزاه. تمام، يلا بينا كده. احنا حاطين ارتال بقى تخبي كل حاجه بالمخدات وخط خالص جدا. تمام، احنا بقى هنتك على الله. يلا امشي. سلام، امشي مش عارفه. يلا بعد دلوقتي هخبي العروسه دي هنا بالظبط. تعالوا جبتهم اهو عشان يختاروا اي لعبه منها. طيب هنا لهنا لهنا. طيب اختار. هي بقى بتقول لهنا لهنا لهنا، فانا هختار بقى انهي اللي هتطلع. اوه ده طلع لي فار. اوه طلع لي عروسه. ده طلع لي هو عروسه. احنا هنبدل بقى عشان دي بناتي ودي ولادي. خلاص كده انا هاخد العروسه وهو هياخد الفار. هي بقى هتخبي كمان لعبه. تمام، يلا تعالى عشان انا لخبطتهم خالص. يا ام هي هو عروسه وهي كده فار. ماشي يلا هو فرجيه بقى. فرجيه
انا دلوقتي بقى هخبي لعبه كمان لعبتين تاني بقى لسه. ابغى اشوف دلوقتي انا لسه بقول لهم ايش اصلا هما كانوا لسه بيروحوا ولسه هخبي كمان لعبه. استنى بص اهو دلوقتي بخبها عشان مش يشوفونا. بس هنجمع بقى على التالت. لسه بقى احنا رايحين قلنا على رئيسنا عبال ما التالت خلص بقى. دلوقتي انا جبتهم تاني اهو عشان يختاروا. انا اختار دي. طب انا اختار بقى الهدية اللي هناك. او ميكي طلع لي ميكي. اوبا طلع اللي انا قلت لكم. يعني انا بقيت كده لا 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 نبدل بقى عشان ده ولد وده بنت برضه يحصل لنا نفس المشكله. طيب بقى احنا ارتال برضه ايه ناقص بقى لعبتين فيها بقى اللعبه ده اهي اللي هيجيبها هيخسر جدا. تمام يلا بقى عشان احنا نخرج بره ده اخر تحدي. اوكي وانا كنت قاعد العب بالفار كان قاعد يتكلم معايا. كمان لسه فاضل لنا كمان تحدي فننجز بقى ورانا. ماشي يلا تعالى يا محمد. الفار عنده شنب. يلا امشي يلا امشي يلا يلا بقى خلاص اخر لعبه يعني بسيطه هتغيرها قوي 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 بالظبط. خلاص خبيت اول واحده بدي اخر واحده بس ايه. تعال بقى كل شيء جبتهم. انا ده هي لا مفيش كده لا. طب ماشي انا اختار اللي هناك. يلا الدنيا عشان نجيب بقى حاجات تانية. ومع السلامة. مع السلامة دي. ده بيهزر معاكم. ايوه فعلا مع السلامة بقى عشان نبدأ التحدي التاني. يلا. وبقى هنبدأ بقى المقالب النهاردة. انا بقى هوطي صوتي بقى هبدأ اوطي صوتي ليه؟ لان انا هعمل بقى لفة اخويا واختي كمان. والنهارده انا جايبه تليفون لعبه منهم عشان كده. فانا بقى هبدا ايه بقى هرملهم التليفون واكسره عشان يشوفوا بقى رد فعلهم هيكون زعلان ولا حزين ولا ايه ولا فرحان ولا غضبان ولا هنعرف هو ايه. تمام نبدا بقى التحدي ونبدا ايه هوبا هوبا خالص. تمام يلا تمام بقى احنا هنبدا بقى التحدي. هروح اقول لهم محمد ارتال ايه تليفونكم بقى اهو جميل. هروح بقى اكسره لهم ونشوف بقى هيزعلوا ولا يعملوا ايه. حلو قوي صح. طيب بقى نبدا التحدي. هنشوف بقى خلاص هنشوف بقى رد فعلهم. على فكره احنا بدانا بقى المقالب وهوبا هم كمان ممكن يعملوا مقلب فيا بس انا برضه هعمل المقلب ده يعني مقلب ده لان مقلب قوي وشديد. تمام نبدا بقى وننده لهم بقى وهوبا خالص. ماشي انا بقى هبدا انده لهم واقول لهم محمد ارتاد تعالوا وتليفونكم اهو. اصل هما الاثنين كانوا تليفونهم بقى شبه ده اهو كانوا صغير وكان بقى بيقعدوا يلعبوا عليهم هما كانوا صغيرين. فاحنا هبدا بقى نقول لهم المقلب بتاعهم. يلا بقى تعالوا نشوفوا المقلب اللي انا هعمله. محمد ارتاد هما جايين اهو جايين.
ريتال جت. انا معايا اوريو النهارده. محمد معايا اوريو كان بيدلع. كان قاعد يعني بيتسفح. شايفين تليفونكم؟ تليفونكم الحلو قوي ده. تعالى يا محمد، تعالى تعالى خش معانا. ده بياكل الاوريو بتاعه لسه بيفتح يعني. دلوقتي بقى معايا قلبي اهو اشتريت. ايه انتوا رايحين بقى في الحمام؟ طيب ماشي. هنعمل حمام جديد. طيب ماشي، ايوه كده عشان اخلص منهم بقى. انا هبدا هوبا خالص. هبدا ايه؟ جيت يا جيت خلصت بسرعه يعني في ثانيه. هي راحت دلوقتي. دلوقتي انا هبدا بقى هعمل تمام. هوبا، لا لسه ما بدأش التحدي، لسه هنبدأ بقى التحديات المقالب والحاجات. حط لنا لايك بقى على المقالب دي عشان كل مقالب شديده جدا. يلا بقى عشان انا هنده على اختي واخويا. تعالوا تعالوا يلا للحظ بقى. تعالوا تعالوا هنده له. يلا انا دهت لهم بابا اهم. محمد ارتال سلام لي، باي باي لتلفونكم. لا مش هتسلموش. لا خلط ده اتكسر. انا مال انتوا بتعملوا مقالب في ايه دي؟ لا انا جبت تلفون. لا 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 مش تليفون ده، مقلب. ما عملت مقلب فيهم جامد شديد وكان زعلانين جدا. ده كان شديد. لا بص التليفون كمان، بص ما اتكسرش. ده تليفون لعبة 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 لعبة. اتكسر وهو كسر كسر بس بسيطة بس. يلا بقى ده تليفون لعبة صح؟ عندنا لعبة بقى هتحبها خالص يعني، هجيبها لها يعني لسه بقى. وتزعل والله تلفونك الجديد خالص واحلى من ده طبعا بتاعنا. ايوه اوعي بقى على جنب انت كده. دلوقتي بقى هنبدا بقى المقلب التاني ماشي. شوف بقى ادي تلفونها. ورجعنا تاني بقى وعملنا كده المقالب كلها وكلهم، وهم برضو ما عملوش مقلب فيا. هنبدا بقى نعمل في حته ثانيه وحاجات جميله، وهنبدا بقى نعمل حاجات كتيره. تمام يلا بينا بقى نعمل الحاجات الجميله. طيب طبعا بقى اختي اهي. تعالي يا اختي. تيك توك تيك. طبعا بقى احنا خلاص انا واختي مع بعض. اخويا خضنا جامد. لكن تحت 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 اوبا. طيب وخلصنا بقى التحديات وكل حاجه. ومع السلامه مع السلامه مع السلامه.